عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن ترأس وفد مملكة البحرين إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 32. وكان جلالة الملك المعظم قد غادر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في وقت سابق. رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.